أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة نقرأ فيها المشهد الجزائري بعناوينه بأبعاد الداخل والخارج. في قراءته لنتائج الانتخابات التشريعية أكد روبرت فورد سفير واشنطن السابق في الجزائر أن تبون صار أكثر عزلة وأن الجيش يرفض التغيير ومقاطعة شعبية كبيرة لعب الحراك دورا فيها. تبون كذلك عنوان كبير اليوم في أول يوم من امتحان الباكالوريا حيث تم قطع الانترنت مرة أخرى رغم أنه كان وعد بأن ذلك لا يحدث هذا العام أو لن يحدث هذا العام كما صرح تبون. الجالية الجزائرية كانت في الموعد دعما للحراك دائما في باريس وجنيف ومونريال. نبدأ بالباكالوريا وقطع الانترنت الباك والحراك كما علق البعض هما اللذان يستنفران السلطة لقطع الانترنت رغم تصريح لتبون نهاية العام الماضي بأن ذلك لن يتكرر في حكمه وأن هناك تكنولوجيا أخرى ولن يقطع الانترنت، لكنه قطع مرة أخرى مما يثير دائما الجدل والتساؤلات. الامتحان الجاي ان شاء الله تاع البكالوريا تكون فيه امور تقنيه وما يشعرش بها. نوعد المواطن ان شاء الله ملخص ابنائنا وبناتنا في الامتحان الجاي ان شاء الله تاع البكالوريا تكون فيه امور تقنيه وما يشعرش بها، ما تمس الانترنت، ما تمس الامور هذه، ما تمس يعني ابتداء من الباك القادم. الباك القادم تكون فيه في استعمال وسائل تقنية عصرية التي تستعمل في الدول المتقدمة، ما يكونش فيها محاولات. إذن هذا تبون مصرحا بأنه لن يكون هناك قطع للإنترنت. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من ستراسبورغ من فرنسا آسيا قشود الناشطة السياسية والحقوقية، ومن مونريال كندا سعد كرميش الناشط السياسي. سعد كرميش صاحب الشركة الخاصة، وتكوينك الأساسي في الجزائر أستاذ سعد كرميش أنك مهندس إلكترونيك، مهندس إلكترونيات. كيف تقرأ الإنترنت يقطع مرة أخرى في أول أيام الباكالوريا، بلد الوحيد ربما الاستثناء في العالم الذي يحدث فيه هذا؟ نعم سي جمال، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لك، تحية لكل طاقم المغاربية، تحية لمشاهدي القناة الكرام، تحية لكل أحرار وحرائر الجزائر في الداخل والخارج الذين يناضلون ويجاهدون ويناصرون الشعب المغلوب. تحية لا ننسى أن نحيي إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأمهاتنا وأبائنا الذين هم في السجون، تحية خالصة لهم، ضحوا بأوقاتهم وبنفوسهم من أجل تحرير هذا الوطن من الجهل والتخلف. نعود إلى سؤالك الأخ جمال، أنت قلت الجزائر البلد الوحيد الذي تقطع فيه الإنترنت، ولكن الجزائر هي البلد الوحيد ربما الذي لا يسأل فيه عن قطع الانترنت ولا يسأل فيه عن تعيين وزير أو إقالة وزير أو مسؤول. هي البلد الوحيد الذي لا يسأل فيه الحاكم على ما يفعل، ولذلك فلا تستغرب قطع الانترنت أو قطع المياه. كنا احنا في الجامعة في التسعينات لما كنا نعمل إضرابات، أسسنا حركة الدفاع عن اختيار الشعب وكنا نعمل إضرابات، باش يكسروا الإضراب كانوا يقطعوا حتى المياه في الغرف يعني هذا الأمر من هذا العصابة من هذه السلطة الفاشلة غير مستغرب. لماذا؟ لو كان جات في دولة أخرى متقدمة وفيها شركات وبنوك تعمل بالبنية التحتية نتاع الإنترنت، أقل شيء أنه هذه الشركات راح تتكبد خسائر جراء قطع الانترنت. يعني فيه مقاهي ما يقدرش الان يبيع في الدول المتقدمه، ما يقدرش يبيع قهوه بدون انترنت لانه الناس تدفع الدفع الالكتروني.
لو هذه الشركات وهذه المؤسسات ترفع دعوى ضد الحكومة يعني تكبدها خسائر بالملايير. إذا نحن لا نستغرب أن سألتني المرة اللي فات تبون الميتريز باسي دوسي، يعني ما ميتريزي لا دوسي تاع اقتصاد ولا تعليم ولا تربية. أنا قلت لك يعني الملخص القول هو أنه في البداية كانوا يقولوا خليه يخدم، الآن احنا نقولوا خليه يكذب وخليه يخلط، يعني هذا الملخص يعني. أما إذا أردتني نتكلم من ناحية يعني البكالوريا والحياة اللي يعملوها لها، إذا تريد يعني نفصل فيها الآن والله يعني في سؤال آخر. طيب سنعود إليك. السيد الشود ما رأيك؟ تبون كان التزم قال بأنه لن يكون هناك قطع للإنترنت، ولكن تم قطع الإنترنت مرة أخرى يعني مثل ما حدث في السنوات الماضية. نعم، السلام عليكم أزوف اللون، شكرا للإضافة، وأحيي كل المشاهدين الكرام في الجزائر في الداخل وفي الجالية في كل مكان، كل الأحرار أينما وجدوا. نعم، هذه شيء نشوفه فريمون في دول ديكتاتورية. في نفس الوقت الآن في فرنسا هو وقت البكالوريا، ولن نشوف هنا أنهم قطعوا إنترنت. هذا شيء غريب، غريب جدا في أي بلدان وين كاين البكالوريا لا يقطع إنترنت، هذا مستحيل، لأنه هو وقت للمراجعات، المراجعات هي تستعمل الانترنت، هو وقت البروفيسور يعاونوا للمراجعات اكسترا. دونك هذا لا افهمه. انا اشوف شيء هو ان هذا النظام لا عنده حلول في أي شيء، هي لا حلول في السياسة ولا حلول في كيف يعمل مع هذا الشعب. هذا اللي راني نشوفه. دونك انترنت يقطعوه طبعا يقطع الانترنت ويتم ابطاؤه كذلك اثناء ايام الحراك الجمعة، اثناء ايام البكالوريا في ساعات الامتحان، وايضا اثناء الحراك كذلك. اثناء الحراك هو شيء معروف، لان في المسيرات الناس تصور بالتليفونات في عبر فيسبوك، هما يقطعوا انترنت ليغطيو كل شيء في المسيرات للشعب وفي الجاليه. لا يمكننا نشوف واش راهو صاير في المسيرات في الجزائر. هذا هو المشكل تاعهم، هذه الوسيله اللي يستعملها البلدان الديكتاتورية. في البلدان أين يوجد ديكتاتورية هذه هي الوسيلة، تقطع انترنت، تقطع الطرق، تقطع المدينة، تقطع كل شيء. طيب ابقي معنا سياق الشود. سعد كرميش، طبعا أشرت إلى البعد الاقتصادي، يعني وأي صورة كذلك عن بلد في تعاملات اقتصادية أنه بلد الانترنت يقطع فيه لساعات بمبرر هناك امتحانات، في مقابل طبعا السلطة تبرر هناك التزوير كذلك والخوف من الغش. يعني الغشاش يحارب الغش. راح نرجعوا لمقولة المسجون اللي قال السيلهام، اللي قال اللي يحب يحارب الفساد لازم يكون هو نظيف. يعني هذا النظام قام على الغش منذ 62، قام على التزوير، زور إرادة الشعب، زور الدساتير، زور القوانين، زور الانتخابات. في النهاية أخطر شيء عمله هذا النظام هو تزوير النخب. أنتج نخبة مزورة بشهادات مزورة. هذه النخبة المزورة التي أنتجها النظام أصبحت مهمتها هي تبرير كل التزويرات التي قام بها هذا النظام. هذا من ناحية. من الناحية الاقتصادية، الجزائر يعني ما عندهاش اقتصاد. الاقتصاد الوحيد في الجزائر هو اقتصاد الريع، يعني يبومبيو البترول من تحت الأرض ويبيعوه. هما ما كانش بنية تحتية. لو كان فيه بنية تحتية اقتصادية وكاين مستثمرين اقتصاديين
يعني بالمعاملات الاقتصادية اللي يجري بها العالم. يعني أي شركة تستعمل الإنترنت راح كما قلت لك سابقا ترفع طبعا هناك طبعا من قدر الخسائر بأنه خسائر بملايين الدولارات، يعني في حتى في ظرف ساعات يعني اقتصاديا يعني لأي بلد تقطع فيه الإنترنت بهذه الصفة. نعم هما في الجزائر يعني هذا النظام البائس، هذا النظام يعني هذا لا يقدر الخسائر ولا يقدر لا 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 يعني مستقبلا ما يقدرش واش رايح يكون من خسائر، ما يقدر لا الخسائر السابقة ما يعني يخطط للخسائر القادمة أو للمستقبل. يعني هذا النظام معروف أنه يمشي بدون استراتيجية، يعني يمشي بالتليفون كما يقول القاضي احكم على هذا سنتين احكم على هذا سنتين، بنفس التليفون يقول هذا المتعامل اقطع الانترنت يقطع الانترنت، بنفس التليفون يعني هذه عصابة هكذا هذا تليفون وتسير في البلاد بالتليفون، اقطع هنا حل هنا افتح هنا اسجن هنا كلش بالتليفون. وهذا يعني اللي اشر لي انا تكلمت عليه سابقا انه قلت هذا العسكر يقدر يعمل انتخابات مزورة، يقدر يفرضها بالقوة، يقدر الآن يفرض برلمان، يقدر يفرض حكومة بالقوة، بصح ما يقدرش يجيب مستثمر بالقوة، لأنه المستثمرين أي مستثمر لو يحب يروح يستثمر في بلاد، أول حاجة يطالع عليها يروح الهيئات الاستشارية المكلفة بإصدار تقارير عن مؤشر الاستثمار في البلدان، وهذه المؤسسات تعمل يعني لوحات طابلو وتعمل مؤشرات مثال على البلدان يعني من اللون الأخضر للون الأسود. يعني لو تجي الجزائر مثال في الألوان تصيبها مثال في اللون الأحمر أو اللون الأسود، يعني أقل شيء المستثمر لما يشوف هذا التقارير ما ينظرش حتى في خريطة الجزائر وما يفكرش أصلا أنه يروح يعمل هناك استثمار. يعني لو تهز أنت مستثمر تخرج منه من كندا عندك شغل مثال في طوكيو، تمشي اليوم لطوكيو توصل لطوكيو يعني لقيت إنافير ولا حبيت تعمل شيء ما كانوش عندك فلوس، يعني في منتصف الليل تقدر تهاتف البنك تاعك في كندا ولا في بريطانيا ولا في أمريكا تقول لهم أنا ما محتاج مبلغ من المال يوصلك في 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 10 ثواني هذاك المبلغ لكندا. أما الجزائر ما نقارنوهاش بهذه الدول، نقارنو بس لو تشوف اليمنيين مثال هنا اليمن في حرب والصومال في حرب أفغانستان في حرب، لو تشوف التحويلات مثال تاع الأموال من كندا لليمن أسهل منها للجزائر، التحويلات من كندا لأفغانستان أسهل منها للجزائر. طيب وهذه الصورة طبعا صورة الجزائر ما تحدث عنها مثلا أيضا سفير واشنطن السابق في الولاية في الجزائر روبرت فورد في قراءته لنتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، تحدث عن هذا الوضع الاقتصادي في الجزائر وتحدث عن نتائج الانتخابات التي تجعل تبون كما قال أكثر عزلة والجيش الذي يرفض التغيير ومقاطعة شعبية كبيرة لعب الحراك أو الحراك دورا فيها، في مقابل أسئلة كذلك حول الطبقة السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات روبرت فورد التي يقول بالتي أعادت الأحزاب المرفوضة شعبيا لا فلان إلى الواجهة، في مقابل أسئلة مطروحة على الأحزاب التي شاركت وسمت نفسها من المعارضة وشاركت فيما سمته السلطة العرس الديمقراطي.
معنا الآن عبر الهاتف من الجزائر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية. سيد موسى تواتي، شاركتم في هذه الانتخابات وخرجتم بخفيحنين، هناك من قال المقاطعة الشعبية كانت ليست فقط للسلطة لهذه الانتخابات، أيضا للأحزاب التي شاركت فيها. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في واقع الأمر أن اليوم مهما كان فهناك انتخابات، هذه الانتخابات كانت مبدئيا نعي ونعرف بأن هي كانت انتخابات لا تختلف عن الانتخابات الفارطة، وأن الجبهة الوطنية الجزائرية قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع أنها دائما كانت في المعارضة، والمعارضة نتاعها هي كانت من أجل تقويم وتصحيح ما يمكن تصحيحه بقوة النضال والوقوف على المهازل الانتخابية اللي هي معروفة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. وأن الجبهة الوطنية الجزائرية لو رجعتم إلى الوراء فإنها كانت دائما تنادي وتعارض طريقة الانتخابات، وكانت دائما تطالب بالتفعيل التقنيات الحديثة التي تمارسها الدول والشعوب المتحضرة والمتقدمة انطلاقا من الانتخابات البيومترية والعدل الإلكتروني. الآن إذا فيه انتخابات وفيه عزوف على هذه الانتخابات، فهذا يعني أن هناك من يثبت بأن هناك العزوف، فهو من يشارك ومن يقر على الملاحظة والمراقبة والمتابعة لهذه التجاوزات. فنحن لم نقل بأن هذه الانتخابات شفافة أو نزيهة، بل وقفنا وعرفنا ما هي الحقيقة، لأننا حزب معتمد، لأننا حزب نسعى إلى إثبات بحضورنا إثبات التزوير ونلتمس التزوير بحقيقته، ولا نلتمسه من خلال الإعلام الذي هو شريك في الرؤى والتحقق والتأكد من هذه التزوير. ولكن من هو يقوم بالمراقبة والمتابعة والملاحظة ليس من يقوم بالطريقة الكيان تاعو كوجود داخل هذا الحزب، وهو الذي يدلي بأن هذه الانتخابات هي تجاوز وهي احتقار وهي إهانة للشعب، والإهانة الأكثر هي الأنظمة المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لأنها لحد اليوم أنها كل الأنظمة التي تعاقبت على ما عدا الانتخابات الفيس والتي كانت الفضيحة الكبرى بالنسبة للرأي العام الدولي والوطني بأنها انتخابات مفبركة، وأن التجاوزات، وأن الشعب الجزائري أراد أن يعاقب النظام أو الأنظمة المتعاقبة بالذهاب إلى تيار آخر. وهذا ما هو يعني رحمة الله على الشاب بن جديد الذي أراد وأقر بأن الانتخابات هي شفافة ونزيهة، وضغط عليه من أجل تقديم استقالته. وبالتالي اليوم لو تكون مثل هذه الأشياء، لا يستطيع أي معارض أو أي هيئة إعلامية أو أي هيئة أنها تقول باللي كان انتخابات مزورة. لماذا؟ لأنه ما كانش المحتج وما كانش من كان داخل الحلبة، لأن الحلبة هي التي تثبت الضربات وهي التي تثبت القوة التي تزور وتجعل من الإعلامي ومن رجال الإعلام أنهم يكونوا شهداء. طيب. شهداء على التصوير. وبالتالي فالأفنى إذا دخلت هذه الاستحقاقات وقالت بأنها لا يمكن أن عندما لم أكن ضحية لا يمكن أن أستطيع أن أثبت بأن. طيب أنتم قلتم تصوير، كيف كان التصوير؟ السلطة تقول لم يكن هناك تصوير، حتى الذين قالوا أنه كان هناك تصوير سعداء بهذه النتيجة، مقري وبنقرينا مثلا، حتى صفيان جيلان. معليش، إذا كان هناك توزيع الريع الانتخابي عن طريق شرفي، فهذا لا يعني أن هناك غير وجود تزوير. هل هذا في شرفي بالأموال التي خصصت لهذه الانتخابات، ولم نفعل الانتخابات البيومترية، ولم نفعل العد الإلكتروني، ولم نفعل أكثر شفافية ووضوح في هذه الانتخابات، فهذا يعني هناك إقصاء، هناك تهميش. أنا أطرح السؤال على سي شرفي، هل فيه الآن قدرة أنه حتى في التصريح نتاعو
لأنه تعطل وتأخر على الإعلان الرسمي وأصبح لا يستطيع أن يعطي توضيح شافي وافي لهذه الانتخابات في خلال ندوته الصحفية التي جاءت بعد الآجال القانونية التي كان من المفروض أن يعلن عليها، وهو له كل الوسائل التقنية والعلمية والتكنولوجية باش يعلن في دقائق في 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 أقل من ساعة عن النتائج، إلى أنه تم تأخر من أجل الإعلان. فهذا يعني أن الانتخابات مفبركة، ونحن اليوم قمنا بندوة صحفية وطلبنا من رئيس الدولة إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة النظر في الانتخابات وإعادة النظر في المنظومة الدولة الجزائرية من دستورها إلى ميثاقها إلى تأسيس الدولة الجزائرية هي اللي تكون. طيب يبقى معنا سيد موسى تواتي لو سمحت. أسياق الشود، ما رأيك شاركنا في هذه الانتخابات لنثبت أن هناك تصوير في هذه الانتخابات؟ يقول سيد موسى تواتي هذه الانتخابات لن يوجد مراقبون، لكن كل الجزائريين الأحرار في كل مكان كنا مراقبون لهذه الانتخابات، وكلنا شفنا الفيديوهات وشفنا كيف الأرقام تبدلت من ساعة إلى ساعة، شفنا صناديق الاقتراح المحشوة في بعض المناطق. كنا مراقبين وشفنا بالتزوير، كان التزوير كان واضح، وهذا ليس غريب. هذا النظام لا يستطيع أن يعمل انتخابات بدون تزوير. لو يعمل انتخابات بدون تزوير هو يخرج، ولكن الذين لم يشاركوا لاموا المقاطعين الذين قاطعوا هذه الانتخابات، بينما هم حتى وإن اعترفوا بأن هناك تزوير بنقرينا اشتكى ومقري اشتكى ولكنهم سعداء. بالعكس مقري مثلا يشكر تبون أنه لم يكن التزوير أكبر، لو كان بدون تبون لكان التزوير أكبر. نعم، هذه كيف أقول، ليس ce n'est pas possible d'admettre pour ces personnes-là que ce régime a totalement زور هذه الانتخابات. كيف أقولها بالعربية، اسمح لي، لا يستطيع أن يقول أن هذا التزوير هو كان بالمئة بالمئة. لا يقدروا يعترفون أنها كانت تزوير 100%. هما طرف من هذا النظام. طيب يبقى معنا السيدة آسيا قشود. سعد كرميش، ما رأيك؟ والله الأمر يعني فيه شقين، أمر الانتخابات فيه شقين، الشق الأول هو شق الشعب، والشق الثاني هو شق هذه الأحزاب التي سنتحدث عليها. أولا من ناحية الشعب، الشعب فهم اللعبة، 30 سنة وهو يقاطع، مش يقاطع في الانتخابات، يقاطع النظام، يقاطع الإعلام تاعو، يقاطع النخبة المزورة تاعو، يقاطع كل ما يصدر من النظام. فهم اللعبة جيدا الشعب، والفهم نتاع الشعب لخصها في شعار صغير وبسيط رفعوا خلال مسيرات الحراك. هو قال الانتخابات مع العصابات، هذه من ناحية الشعب. من ناحية هذه الأحزاب يعني 30 سنة وهي في الريع، يعني احنا قلنا البلد يمشي باقتصاد الريع ويمشي بسياسة الريع 30 سنة. أنا نسرد لك يعني لماذا لا يفرحون بالنتائج الانتخابات. في 92 لما كانت السلطة وكانوا الجنرالات يعتقلون الذين انتخبهم الشعب ويرمون بهم في محتشدات الصحراء، ماذا كان يفعل هؤلاء؟ بنقرينا والذي كان في حمص وجماعة، وين كان؟ كانوا يتهيئون لدخول سيانتي، و30 سنه وهم يتقاضون اجورهم من هذا الريع الى يومنا هذا. ماذا تريدهم ان يقولون؟ هذا لم يكفهم التسعينات، جاءت 1999 الناس كامل انسحبت من الانتخابات، يعني وعلى راسهم طالب الابراهيمي وايت احمد، وهما رغم انهم منعوهم من الترشح ساندوا بوتفليقه. في الوقت اللي كانت الفساد يضرب أطنابه
كانوا هما يطالبوا في كوطتهم من الفساد واستفادوا، ومنهم من هذه الأحزاب الإسلاموية من راهو في السجون. هذا النظام يمشي بالتليفون، يعني يقول له أعطي منصب لهذا ومنصب لهذا، يوزع الريع تاع المناصب كما يوزع الريع تاع النفط. يعني أنا نستغرب أنه هذا يقولوا عودة الأفلان وعودة الأراندي. يا سلام، وين راح الأفلان والأراندي حتى عادوا؟ كانوا في المريخ، راحوا في المركبة هذه بيرسيفيرونس، راحوا للمريخ. يعني الانتخابات هذه، الدستور تاع الجزائر اللي يسميوها الجديدة، صادق عليه برلمان الأفلان والأراندي. قانون الانتخابات هذه تاع الجزائر الجديدة صادق عليها برلمان الأفلان والأراندي. الانتخابات واللجنة اللي تشرف عليها أشرفت عليها الأفلان والأراندي. ثم يخرجوا علينا هذا وكأنهم يعني اكتشاف غريب واكتشاف خطير، يكتشفوا أنه الأراندي والأفلان رجعوا. هؤلاء والله لا يستحون، لو جاءوا يعني يستحون من السياسة مش من الشعب الجزائري، يستحون من العمل السياسي ويقدرون طبيعة العمل السياسي، يحلون أحزابهم بأيديهم. لماذا؟ أنت كنت تسألني تقطع الأنترنت، قلت لك الجزائر البلد الوحيد لا يسأل فيه الواحد على ما يفعل. في الديمقراطية الحقيقية أي حزب لما يخفق في الانتخابات وش يدير؟ يجير تقييم، رئيس الحزب يستقيل، ومن بعد الحزب يجتمع الهياكل تاعو يقولوا له أخفقنا، علاش ما قدرنا، علاه ما قدرناش نقنعوا الناس؟ هؤلاء عوض أن يقنعوا الناس، يا سيدي له ما قنعتوش الناس بالمشاركة، عوض أن يسألوا أنفسهم لماذا لم يستطيعوا إقناع الناس بالمشاركة؟ لماذا لم يستطيعوا إقناع الناس بالتصويت لصالحهم؟ لماذا لم يستطيعوا أن يقنعوا الناس بالذهاب إلى الصناديق والمشاركة في العملية السياسية؟ عوض أن يسألوا أنفسهم لماذا لم يستطيعوا أن يقنعوا الناس؟ يقولوا أنه المقاطعة هي سبب عودة الأفلان والأراندي. يا سيدي المقاطعين قالوا إحنا الانتخابات مع العصابات، طيب. ماذا يقصدون بالعصابات؟ يقصدون عصابات الأفلان والأراندي. يعني المقاطعون يقولك إحنا ما نروحوش الانتخابات مع عصابات الأفلان والأراندي، وانت تروح الانتخابات تنظمها الأفلان والأراندي وتخرج تشكي علينا تقول باللي عاد الأفلان والأراندي. أنا قلت للناس طيب. عوض أن تلعنوا المزورين العنوا الذين يشكون من التزوير. يبقى معنا سعد كرميش، انضم الينا الان في النقاش دكتور عبد العالي الرزاقي الكاتب المحلل السياسي. دكتور عبد العالي الرزاقي الحمد لله على سلامتك، لو وضعت انا بدايه في صوره اعتقالك لساعات قبل اطلاق سراحك. اولا كنت مع صديق في سياره عايين للبيت حاملين كتاب جديد خرجين، فجأة أجد سيارة أمامي تتوقف، يخرج من أربعة، يدخ يتجه واحد لي ويقدم البطاقة يقول لي شرطي، ثم يأمرني بأن أدخل إلى سيارة لحقت من نوع كاديك زرقاء. فطبعا قلت له تسمح لي ندخل للدار دقيقة لأنه لازم تدخل تأخذ الدوان تاعك، منعوني. قال لي لا، قلت له عندك ورقة أمر بالقضاء، عندك شيء يثبت أنك جئت لي لتأخذني أمر قضائي من عرف استدعاء؟ سكت ودفعوني إلى السيارة. في السيارة انطلقنا لا أعرف أين، لم يقدم ولا واحد نفسه لي شخصيا. المفاجأة أني شعرت بأن عرفت أعمارهم. كيف أعرف؟ بحكم أنني أستاذ قريت في مؤسسة عسكرية ومؤسسة غير عسكرية. فواحد عنده 50 سنة، واحد 45، واحد أقل من 30. هذه النقطة الأساسية. أول شيء أخذوا الكتاب، سحبوا مني الكتاب والتليفون. قلت له طيب الكتاب ما علاقته؟ قال لي وثيقة. طيب. إذن هذه النقطة مشينا، لاحظت أنهم في الطريق وأنا خارج مجموعة محلات فيها مياه، قلت له رجاء نشري لي الماء عطشت لأن عندي ضيق تنفس. فتلفن جات له جاب الواحد سيارة أخرى جابت قارورة ماء، افتح حالي قلت له ما شربش. قال لي ما عندك ثقة؟ قلت له كيف ثقة؟ أنا عارف الشخص هذا اللي جاب لك. لا، أعطيت له 50 دينار، قلت له انزل انسحب دير الأشياء هذه. راح جاب لي قارورة ماء شربت،
كما قلت رجاء ان اسمحوا لي به ان نغسل وجهي وعادي عادي نلقاها تقول لي لا نغسل في الطوموبيل. قلت له لا الطوموبيل تاع باباك هذه تاع الدوله. فاذا واش دار؟ المهم سكت مشينا استمروا رحنا في شارع من في اللوتوروت ثم انتقلنا تحت وزارة الدفاع ثم نزلنا الى المركز الاساسي والسائق المركز فيه مدخلين اتجه نحو المدخل الاول. قلت له رجاء المدخل الاول ما نظنش ليا لان هناك مدخلين للمكان هذا مدخل اللي انت بات في تبات في المنطقه في المكان ومدخل اخر للسنطاق العادي. شابا حكيت معاهم حكيت معاهم عاديه وصلنا مباشره دخلت لقيت اخر وظهر انه السيد اللي كان في السياره الاولى هو الاستنطاق. سئلة عادية سئلة على حياتك أمك باباك خالتك عمتك زوجتك لدرجة أنه تمل لدرجة تمل وين قريت وين درت واش باستثناء الحاجة الوحيدة اللي ما سألونيش عليها وهي الكتب. أنا عندي أكثر من 12 كتاب وبعضها تدرس في الجامعة لم يسألني ولا واحد سألني والصحف اللي كتب فيها القنوات اللي تكلمت فيها كل القنوات لاحظت انهم غير معنيين بالكلام نتاعي. قال لي واخر شيء قلت له اخر شيء المغاربيه والحوار اللندنيه اخر شيء يومين قبل. قال لي وفرنسا انت بعد قلت له فرنسا انت كنت عندها مده عندها واحد ثلاث ايام ولا اربع ايه. قال لي واش قلت فيها؟ جبد لي تسجيل. قلت له رجاء التسجيل يكون فقط في القضاء تقدم هذه الوثيقه في القضاء. طيب قال لي كيف انت تطعن في الانتخابات وكذا. قلت له بديت رايي هذا خبر. قال لي بصح هذه القناه ممنوعه. قلت له كاين فرق بين ممنوعه في بلادها تمنع ماشي في بلادك وتسحب الاعتماد. انتم ما سحبتوش الاعتماد. انا تكلمت قبل سحب الاعتماد. قال لي لا تكلم بعد. قلت له هذا روحوا راجعوا الاشياء هذه باش تكون واضحه واضحه. تكلم لي على قضية الذين صوتوا ليس كذا وعلى مناطق معينة ووصلنا لأشياء تفاصيل ليس من حقي نقولها في التليفون. النقطة الأولى. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا وألححت على أن وقع عليها عندما تحدث عن الإرهاب وكيف السلطة تمارس الإرهاب على المواطنين. قال لي قلت هذا الكلام. قلت صحيح قلت ما معنى الإرهاب؟ الإرهاب عندما تدخل أنت كجزائري للعاصمة نسكن في العاصمة عندما ندخل تمنعني فين؟ هو أي بلاد هذه توقع؟ عندما مكان معين تجد الاعتقالات الاختطاف. وهنا نلفت نفتح قوسين الإخوة تاع الحراك النشطاء يجب أن لا يمشي وحدهم معناه ثلاثة يمشي وأخذنا حي لن يستطيعوا ياخذوا واحد لانهم ينفردوا بك اذا كنت وحدك. طيب يعني اللي اخذتك الشرطه دكتور عبد العال الرزاقي؟ والله الورقه تسلقها ولكن اشك. المكان تاع الشرطه ولكن اشك. لماذا اشك؟ لانه وقعت مشكله انه ابنائي عندما عائلتي عندما راحت تحتج عند الشرطه الجواريه وهذا بعد اقل من 20 متر بجانبي شخص ما حبش يسجل له الشكوى. كيف تسجل؟ قال له طيب سجل الشكوى. هذا ابي اختطف. قالوا ما اختطفش لا هذا وهم. قال له شكون هم؟ قال له سكت. فاذا بدون تفاصيل لان فيها حيثيات مخيفه. مخيفه معناه وصلنا لمستوى انهيار الدوله. طيب انت شرطي قال شفت الاشياء هذه. بلغ العائله هاو طيب. وثانيا لا يعقل في بعد معنى 2021 نجي الاستاذ جامعي ونخطفه من امام بيته ونمنعه وهو يتعاطى ادويه. لا يمكن لا يحدث في العالم. طيب مرت العمليه عاديه بالنسبه لي. انا قلت لهم في النهايه انا اي كلمه قلتها انا مسؤول عليها. واوقع على بياض كل ما نجيبوا اي سجل نوقع لكم عليه. ما عنديش مشكله وما عنديش عندي مشكله فقط. واش كي تحدثنا عن الارهاب قلت له نعطي لكم مثال. الارهاب تمارسه الدوله واخذت مثال قلت له لا يعقل ان شخص
جنرال محكوم عليه ب 20 سنه سجن، وهذا الجنرال تبعث له سياره رئاسيه، طائره رئاسيه، وتاتي به من اسبانيا الى مطار بوفاريك وتؤدى له التحيه. أيعقل هذا مش ارهاب؟ هذا ارهاب للدوله. وتحدثت كثير في الامور، ليس هذا مجال تفصيل فيه، ولكن في جميع الحالات اكرر وانصح كل ناشط في الحراك لا يمشي وحده. طيب. علاه؟ لانه وصلنا الى مستوى هناك نوع من عدم احترام القانون. طيب انت شرطي، انت امن عسكري، انت عندك حق، ولكن جيب ورقه. ونقول بالمناسبه حتى يسمعوا الناس كل، انا في 84 تم استدعائي بدعوى مع استدعاء في وزاره الدفاع، استنطقوني. وما عنديش مشكله، جابوا لي الورقه عاديه. في 93 جاء ضابط سامي في سياره لبيتي طبطب وقدم لي استدعاء وقال لي يا استاذ اختار توقيت لنوقعوها بها تجي. قلت له لا انا غدوه نجي لك. اذا العمليه مش بسيطه، معنا في الحزب الواحد في التعدديه وقعت واستدعوني في وزاره الدفاع وعادي للاستنطاق. اما الان اصبحت نخاف حتى من اي بوليسي يلتقي امامه، ربما ما يكون بوليسي. طيب انت اذا شرطي اجيب لي بس الشرطه من الدار، لماذا تجبرني على تدفعني الى داخل القالوفه؟ كم ساعه بقيت دكتور عبد العالي الرزاقي، كم ساعه بقيت في لدى الشرطه؟ نعم، كم ساعه بقيت لدى الشرطه؟ الرابعه الخامسه وعشرين دقيقه أخذوني من بيتي. وصلت حوالي تقريبا الخامسة السادسة إلى ربع، بقيت حتى العاشرة إلى ربع. طبعا تحاور أسئلة كثيرة وكذا، وبالنسبة لي كنت مرتاح، ليس نفسيا، نفسيا في وضع قلق. ثلاث مرات ذهبت غسلت وجهي، شعرت بنوع من الانهيار. لماذا؟ لأن المأساة هي أننا نعيش في بلد ما نستطيع أن نوصف للاستعمار، سلوك لا يمكن أن يقبله الإنسان. تمنيت أن أموت وألا أدخل لهذا المكان. طبعا أنت، طبعا أنت ابن شهيد دكتور عبد العالي الرزاقي، وتأخذ أدوية يعني مثل ما كنت تقول. لا، هو ألطف حاجة، قلت له اكتب النشيد. قال لي ما نجمش. قلت له، قال لي كيسالني على خواتاتي وعلى عائلتي. قلت له اكتب. قال لي مين الدراهم اللي يعطيونهم؟ تفضل. قلت له ها هي عندهم تاع البونسون تاع ابناء الشهداء. طيب هاني داوني انا لمركز للشهداء في 63. قلت له واش تحب الان؟ انتم تريدون ماذا تريدون بالضبط؟ طيب اعطيتهم اوامر وهم متفهمين الوضع، ولكن مجبرين على التوقيع على انه يكتب هذا ويرفع في نفس اليوم الى الجهه التي طلبته. مع الاسف الجهه التي طلبته يبدو انها لا تعرف من انا. انا لا اغير رايي في وزاره الدفاع وشتمتهم، وعندي وساكتب هذه الاشياء. ودخلوا، قلت له ديني الحبس اقتلني. تعيط لي وزاره الدفاع، قال لي لا انا استدعيتك بدعوى استدعاء رسمي وكذا لانك كتبت كتاب ضد الدوله. هذا عندما اصدرت ديوان حتى الان ممنوع اسمه مواطن يدعى عبد العال. المره الثانيه في الاستجواب كان حول ان الكتابه في الخارج، قالوا لي انت تكتب باسماء مستعاره برا في الخارج. قلت له انا هكتب في كل قناه الجرائد برا، هكتب ما عنديش مشكله باسمي. قال لي لا 100% تكتب باسماء مستعاره. النقطه الثالثه وهذه لم اتحدث عليها، مره دخلت في اذاعه في البي بي سي على ما اذكر مع رضا مالك واشخاص. اختلفت مع رضا مالك، عندما رجعت للدار وجدت جاءوا اخذوا جواز سفر لمده عامين وانا دون جواز سفر، واضطروا ان يعيدوه لي دون ان اتدخل في اي طرف. بمعنى اخر ان السلطه الان انهارت، هم يريدون ان يشعلوا الفتنه بين العرب والقبائل.
وهذه لن تستطيع. لماذا؟ لانه عندما في عند وانا تحدثت عليها اللي كنت اتذكر عندها واحد 10 ايام قلت لكم باللي راه ستفاجئ في القنوات الجزائريه شتم للتاريخ. طيب سنعود الى هذه النقطه دكتور عبد العالي الرزاقي لو سمحت ابقى معنا. اعود اليك السيد موسى تواتي، سمعت ما يقوله عبد العالي الرزاقي واعتقالات تطال الحراكيين اخرين 262 بينهم نساء، في مقابل أنتم تشاركون في هذه الانتخابات ثم تتهمون السلطة بالتصوير. هناك من قال بأنه ذهبت للمشاركة في هذه الانتخابات رغم أنكم تعرفون أن هناك تصوير وأنه كان هناك قمع يطال جزائريون يريدون تغييرا سلميا. أظن أقول تحياتي لأخي وصديقي وصديق الطفولة في رزاقي، ربي يحفظك ويسترك وربي يوفقك وربي يخليك دائما ثابت في مواقفك، لأنه مهما كان نحن من مراكز أبناء الشهداء إلى كثير قواسم مشتركة، وهو أستاذي يعني لأنه أكبر مني بعض الشيء، وأكون له كل الاحترام والتقدير، وأكون له كذلك كثير من الحب والعاطفة، لأن مهما كان نتقاسم اليتم ونتقاسم الفقر ونتقاسم الشقاء الطفولة، وهذا الشيء هو اللي يجمع بيني وبينه وبين كل أبناء الجزائر الأحرار. اليوم في واقع الأمر نحن دخلنا هذه الاستحقاقات وندخل هذه الاستحقاقات لماذا؟ لماذا؟ أولا نحن تأسسنا كحزب سياسي، والحزب السياسي هو لابد أن يجد منابر للمعارضة ومنابر للتوضيح والتفسير والتوضيح ما هو يمكن، لأنه كما يقولوا عنا المثل ما يحس بالمزود إلا اللي نضرب به، واللي يشوف المزود بلا ما يحس ضربته ما يقدرش يقيم الضربة وشن هي. هذا مثل جزائري معروف لدى العام والخاص، وبالتالي فكل فينا له طريقته في المعارضة، له طريقته في الكشف، له طريقته في التصدي، وله حقه في المواجهة. فنحن فضلنا المواجهة المباشرة، وفضلنا أننا حتى لو نضرب معناتها على بالنا باللي فيه عدو أو فيه خصم واضح اللي هو تشبث بالسلطة واحتكر السلطة لنفسه من أجل مساعدة وخدمة مصالح أجندة أجنبية في الجزائر، أجندة أجنبية في الجزائر وتملى عليه من فرنسا. بطبيعة الحال لا يمكن اثنان في الجزائر ما يقولوش هذه الكلمة، ولكن لا، هناك من قال الذي يشارك في هذه الانتخابات يعطي شرعية للبرلمان، والبرلمان هو الذي إذا كانت هناك فعلا هذه القصة قصة إرسال قوات إلى الخارج هو الذي يصوت عليه. يعني لا ترون أنكم مشاركون في هذا إذا كان معليش. هذا هو طرحكم يعني. معليش يعني هل تتصور بأن المجموعة البرلمانية التي كانت باسم الأفنة في البرلمان المزور، هل تعتقد بأن الجبهة الوطنية الجزائرية كانت صدقت على مثل هذه الكلمات التي تفضلتم بها بأننا أرسلنا أو صدقنا على إرسال وحدات جزائرية للمشاركة في اي جهه من الجهات الاجنبيه؟ فنحن فضلنا المعارضه الداخليه حتى لو تكون معارضتنا هي ضعيفه، لان نتائج الانتخابات هي نتائج دائما كانت مدوره، وهذا يعرفها العام والخاص منذ الاستقلال الى يومنا هذا. وبالتالي شكرا جزيلا لك موسى تواتي، شكرا جزيلا لك رئيس الجبهه الوطنيه الجزائريه. أسيك شوت، ما رأيك؟ كنت تسمعين ما يقوله الدكتور عبد العالي الرزاقي، وأنت كنت من بين الناشطين الذين تضامنوا مع صياما، تضامنوا مع معتقل الحراك، وبعضهم أضرب عن الطعام كذلك احتجاجا على الاعتقالات التي تطال الحراكي. في أول شيء أقول للأستاذ كل تضامن، وهذه الشهادة اللي سمعناها مؤثرة وتفيد جيدا على المسار الذي سلكه هذا النظام، وحنا رانا شاهدين في هذا منذ
الأسابيع الأخيرة، كل الاعتقالات، كل الاختطافات، لأن لديها اختطافات. كاين الكثير من الحراكيين اللي يختطفوا 24 ساعة، 48 ساعة بلا خبر، بلا خبر، وبعد ذلك نسمع أنهم في مركز الشرطة أو عند عنتر، عند المخابرات. هذه كارثية، كارثية فريمون. اليوم لدينا أكثر من 260 معتقلين الرأي في السجون. كاين معتقلين اللي راهم على إضراب على الطعام منذ أكثر من أسبوع. ليس لدينا معلومات خاصة على الظروف اللي راهم فيها، لكن نعرف أنهم في مرحلة كارثية جدا. طيب ماذا عن النساء كذلك؟ من بينهم معتقلات فتيحة بريكي الأستاذة الجامعية التي كذلك تم اعتقالها بعد تساؤلات حتى عن مكانها، هي تحت النظر، حاكمة بحرية شابة في عمر 20 سنة، شهادة المحامين الذين زاروها تثير الحزن والشجل، عفاف ميغاري، فاطمة بودودة. كيف يمكن قراءة ما تقوم به السلطة؟ يعني الجزائريين عادة يقولوا حقار الرجال ينتهي ذليلا، فما بالك بحقار النساء والبنات وحتى طفل سعيد شتوان الذي تم فصله عن أمه؟ هذا النظام ليس لديه فرق بين النساء، الرجال، الأطفال. هو في طريق ليبقى في السلطة في أي طريقة، في أي وسيلة. ليس لديه فرق بين الإنسان، بين الجزائريين والجزائريين لهذا السلطة، لهذا النظام ليس لديه معنى. طيب نبقي معنا سيدة آسيا قشود. إلى الجدل المتواصل والاتهامات الموجهة للسلطة والنافذين في السلطة بممارسة سياسة تفرق تسد، بتحويل الأنظار، بإثارة القضايا العرقية، قضايا التاريخ، وإثارة الفتنة بين الجزائريين، وخاصة الجدل الذي فجرته قناة محسوبة على السلطة باستضافة ضيف تهجم على الأمير عبد القادر مثلا على بومدين، في مقابل اتهامات من جهة أخرى لأشخاص آخرين بلعب دور نفخ في الفتنة واستهداف والتهجم على منطقة القبائل.
روحك البيجو شوية قبيحة. تستخدم المعاهدة مع بيجو؟ إيه دار معاهدة مع بيجو، باعلو الجيري باعلو تريتي دلا طفنا، قالو النور اون فو للاس، مدو لي بركليو بلاطو ماسكارا ميديا. حتى الجزائر نظن حتى الجزائر فيها في القليعة فيها المدية فيها الجزائر فيها ماسكار فيها الغربي تو. دونك إلا ليسي لا فرونس. البلاد هذه ماشي ديالك باش تسني عليها واش تمد ولا واش ما تمدش. الفرق اللي كاين بين كريم بالقاسم ولا عبد القادر، تيمر عبد القادر سني لا طفنا يمد لالجيري لا فرونس. كاتب الصحفي محمد ونوغن انضم الينا عبر الهاتف من الجزائر. محمد ايوانوغن، ما رايك؟ هل نحن امام عمل ممنهج؟ فرق تسد تكليف بن قرينه مثلا وبن زعيم نعيمه صالحي بالتهجم على منطقه القبائل ورموزها والاستعانه بايت حموده لقول ما قاله في قناه محسوبه على السلطه، والى جانب مشاهد اخرى يعني و نماذج أخرى كثيرة. محمد ديوانوغن، هل أنت معنا؟ أنا نسمع فيك جمال، أسمع فيها. نسمعك الآن، تفضل. أي صح. قلت لك الحدث اليوم هو الاعتقالات، القمع المستمر بكثافة، يعني في الآن قوات الأمن أصبحت تعتقل الناس في بيوتهم لان المسيرات ماهيش موجوده. واحد الوقت لما كانت المسيرات كان المبرر هو انهم يعتقلون الناس في المسيرات من اجل لانها مسيرات غير مرخصه وتهمه التجمهر الغير مرخص الى اخره، غير مسلح الى اخره. الان ما كاش المسيرات، القمع متواصل. باش يبقى هذا القمع والانسداد السياسي، باش نقولوا لانه هذا القمع يرافقه كذلك انسداد سياسي، ما كاش افق سياسي. تقريبا المواعيد الانتخابيه التي راهنت عليها السلطه من اجل حل الازمه السياسيه ومن اجل استعاده الشرعيه الغائبه او المنقوصه فشلت. دونك لتجنب كل هذا النقاش، لتجنب كل هذا الحدث، لتجنب تسليط الضوء على كل هذا، لازم نخلقوا نقاشات اخرى هامشيه. المنظومه الاعلاميه بشكل عام، باش ما نتكلموش غير على الحياه وحدها، المنظومه الاعلاميه الرسميه اليوم في الجزائر او التقليديه تجاوزتها الاحداث، فشلت. لو كان هذه المنظومه الاعلاميه مازال عندها صدى عند الراي العام، الحمله الاعلاميه اللي دارتها لمده اشهر طويله من اجل انجاح الموعد الانتخابي كان ينجح الموعد الانتخابي هذا. الموعد الانتخابي هذا فشلت في الموعد الانتخابي تاع الرئاسيات، فشلت في الدستور، فشلت الان في التشريعيات. دونك هذه المنظومه الاعلاميه لدورها هي خلق نقاشات هامشيه بعيدا عن النقاشات التي تهم المواطن. النقاش الذي اليوم الحدث اليوم كما قلت لك القمع، الازمه السياسيه والازمه الاقتصاديه اللي راهي غير تزيد. اخر الارقام الاقتصاديه تقول رغم ارتفاع هذه اليامات تاع رغم ارتفاع اسعار البترول اللي راهي في حدود 45-75 دولار، لكن ارقام صندوق النقد الدولي تقول بان معدل الاسعار اللي لازم توصل ليه اسعار البترول باش الجزائر او الاقتصاد الجزائري يستعيد التوازن تاعو لازم على الاقل 169 دولار. يعني مازال بعيد كل البعد. هاي الملفات اللي لازم تشكل الحدث اللي لازم يكون حولها النقاش وطني اليوم. كل هذه النقاشات لازم نبعدوها لان السلطه ما عندهاش حلول لهذه المشاكل الواقعيه الحقيقيه. لازم لومبارغو على القمع، لازم تكمل تعتقل الناس بدون ما يكون تناول اعلامي، بدون ما تصنع الحدث، لان الان حتى على المستوى الدولي كاين تحرك. وسائل الاعلام الاجنبيه اصبحت تتحدث عن القمع في الجزائر، عن الحراك، عن القمع. لو موند خصصت بورتري طويل في عددها الاخير للقاضي سعد الدين مرزوق. اذا الان في وقت وين اصبحت
في الجزائر الوضع، الأزمة السياسية في الجزائر أصبحت تشكل الحدث في الخارج. الإعلام الجزائري يريد جرنا إلى خارجيا كذلك في نفس السياق محمد، ما دلالات أن يقول سفير واشنطن السابق روبرت فورد المتحدث بالعربية الذي يعرف الجزائر والفرنسية في تحليل في موقع معهد الشرق الأوسط بأن بنتائج الانتخابات تبون عزلته تزداد أكثر، الجيش يرفض التغيير، مقاطعة شعبية لعب الحراك دورا فيها، وإن كان الحراك بحاجة حسب يفتقد التنظيم لالتفاف شعبي حوله. دلالات أن يقول هذا الكلام روبرت فورد يعني. لا كل يعني ما نعطيوش الشمس بالغربال، كل أن الآن أي يعني أي الرأي العام الدولي باش يعني يتعامل ولا ياخذ بجديه الحراك الشعبي اللي صار في الجزائر ويدعمه او على الاقل يعطيه يعني الدعم الكافي من اجل تجسيد مطالبه لازم يكون عنده تمثيل. اما باش يبقاو بون كيفاش نقولوا الرأي الاخر، الموجه موجوده، لا فاقره هي كاينه، العالم شافها، الشعب الجزائري راه في قطيعه مع السلطه، هذا مفروغ منه، ولكن البديل ماهوش موجود. سي توتافي نورمال انه السفير الامريكي ولا اي سفير اخر يقول كيفاش راح يتعامل بجديه مع وضع كيما هذا، لازم حاجه ملموسه، هذا واقع. طب هذا الواقع مكتشف كيفاش راح يتطور مستقبلا، كيفاش مكتشف راح يكون يفرز ربما تمثيل معين او بديل ملموس واضح اللي ممكن نعتمد عليه، يقدر حتى السلطة في الجزائر تقدر تتعامل معه بجدية. الأمور حتاخذ وقت، ربما مازال الأمور ما نضجتش، لأن كاين شكوك كثيرة عند الجزائريين في كاع المراحل اللي عشناهم، الخيبات اللي عاشها الشعب الجزائري، اللي ديسيبسيون كامل اللي عاشهم الشعب الجزائري، ماهوش سهل باش يوضع ثقته في أي شخص أو في أي حزب أو في أي حركة سياسية واضحة المعالم. صافا بروندور ديتون، هذا واش راه صاري، والنظام راه يستغل فرصة، لو يستغل فرصة هذه باش يلقى هما يقدموا هما حلول للأزمة طوميو مليحة لنا على الأقل. معليش ما نحققوش كل شيء كل المطالب، ولكن على الأقل نحققوا ربما جزء، ولكن السلطة فاشلة، السلطة ما عندهاش حلول، السلطة حلها الوحيد هي البقاء. شكرا جزيلا لك محمد. شكرا جزيلا لك محمد يبنوغن الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. قبل أن أعود لسعد كرميش الوقت يداهمنا دكتور عبد العالي رزاقي، طبعا أنت كنت تشير الكتاب الذي تم اعتقالك وأنت تحمله هو الانقلابات العسكرية والارتيالات السياسية في الجزائر من بشير شيهاني للقائد صالح، أفاق الدولة المدنية. ما رأيك فيما يقوله روبرت فورد وزير السفير السابق للولايات المتحدة في هذا السياق؟ الجيش يرفض التغيير، تبون في عزلة أكثر مع رهانه الخاسر مرة أخرى بنتائج الانتخابات التشريعية، وحراك نجح في تحقيق هذه المقاطعة القياسية ولكنه بحاجة إلى مشروع يلتف حوله الشعب. أنا عندي تحفظات على التصريحات الأمريكية بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن في كل أدبيات الأمريكية الجزائر مجرد وسيلة أو أداة لمحاربة الإرهاب. إذن الجزائر لا وجود في الأدب السياسي الأمريكي بالدرجة الأولى. نقطة ثانية، أعتقد بأننا سنعرف إلى أين تتجه الجزائر يوم 5 جويلية، معناه بعد أسبوعين سنعرف الجنرالات التي يتم ترقيتهم ومن الجنرالات التي يتم إبعادهم. إذن سنعرف النخبة التي تحكم الجزائر. النقطة الأخرى وهي مهمة جدا في تقديري، أنا أؤمن بحاجة، نحن درنا ثورة ونجحت، نجحت ترانا 70%. ما معنى النجاح؟ النجاح عندما يخطف أي شخص من داره أو يعتدى عليه، هذا نجاح. هذا فرنسا ما حققتوش، فرنسا لن تستطع أن تصل إلى مستوى هذا. الآن الشباب نجحوا في حقه، وأنا ذهبت إلى منطقة بعد إطلاق سراحي إلى منطقة قبائلية لأبارك عبارة متداولة في المنطقة القبائلية: طلقنا السلطة بالثلاث 12 12
وأول نوفمبر وهذه 12/6. ولكنها لم تكن المقاطعة هذه المرة يعني حتى في كل المناطق. وانت كنت تقول دكتور عبد العالي رزاقي انه كنت فعلا في لقاء معنا قبل ايام بانه ستكون هناك تلاعبات بتخوين رموز تاريخية، وحدث فعلا مع ايد حمودة. هل هي سياسة تحويل الانظار على نتائج الانتخابات والاعتقالات كما كان يقول محمد ايوان اوغلي؟ هو كاين مشاريع اخرى ما عنديش حق نقولها لانه من باب الاخلاق سامحها من مصدر واحد، اذا ما عندي حق. ولكن المؤكد الناس هادم وصلوا لهستيريا مستعدين يبيعوا البلاد، ولهذا يجب ان نحافظ على السلميه. السلميه هو السلاح الوحيد اللي يقتلهم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العالي الزاكي، واعذرني الوقت يداهمنا. نختم الجاليه في الموعد مره اخرى في جنيف في باريس وفي مونريال دعما للحراك، الحراك الذي يدخل اليوم أسبوعه 23 بعد الماء. السلام عليكم، مساء الخير زول. إذن من أمام مقر كانت هذه إذن جنيف مونريال وباريس. سعد كرميش في مونريال، أنت تخرج مع الذين يخرجون في مونريال، طبعا الجالية لها دورها، وهذه الصورة في المقابل للنظام بعد الانتخابات، وأيضا في المقابل أيضا التساؤلات التي يقول بعض موضوعية التي طرحها كذلك روبرت فورد عن الحراك الذي نجح، ولكن بحاجة أن يكون بديلا للنظام، مع أنه الحراك يحمل وليس حزبا سياسيا، حركة تريد تغييرا للديمقراطية في الجزائر، وتريد الديمقراطية تغييرا يليق بالجزائر. دعني فقط الأخ جمال في عجالة أود أن أحيي الأستاذ عبد العالي رزاقي، يعني أمرين من خلال كلام الأستاذ عبد العالي رزاقي. أول شيء لاحظت أنه كان يعني الأستاذ عبد العالي رزاقي وكأنه يعني تأثر كونه ابن شهيد كيف يعامل هذا المعاملة. أنا أقول له أنت أستاذ وتعرف الجزائر جيدا وتعرفها أحسن مني، انظر إلى بنات الشهداء غداة الاستقلال وظفوهم كفام دو ميناج وآرامل الشهداء، يعني يا أستاذ لا تستغرب ما يصدر من هذا العصابة. حاجة ثانية قالها أنه قال ما سألونيش عن الكتب التي ألفتها، قل لك يا أستاذ هذه العصابة لا يهمها العلم ولا يهمها الكتاب، هذه العصابة لا تقرأ وإذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت ركبت رأسها. نعود إلى سؤالك ونشاط الجالية، احنا في مونريال كانت عندنا وقفة بالأمس في راديو كندا شبكة سي بي سي الكندية لإسماع صوتنا، وهناك يعني جماعة المخابرات أرسلوا ناس بلطجية يشوشوا علينا أمام محطة سي بي سي الكندية، وثم كانت مسيرة هناك راحت القنصلية في مونريال، وغدا إن شاء الله رانا منظمين قافلة تروح من مونريال ومن مناطق أخرى وتروح للعاصمة الكندية أوتاوا للبرلمان الكندي. نحن نضغط على الحكومة الكندية على أن تصوت بالاجتماع القادم للأمم المتحدة على إدانة النظام الجزائري الذي يسجن الأبرياء الشيوخ والأطفال والنساء والعجائز. نرجع للتصريحات الفور، يعني هذا غير مستغرب. أنا يعني في مداخلة سابقة قلت لك أن النظام ببولسة العاصمة وبعسكرة الدولة وبقمع الإعلاميين لقد ناب عن الحراك في إيصال صوت الحراك إلى الناس. يعني قلت لك أنه هل السفارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية تنتظر إعلاميين من الجزائر حتى يخبروها ماذا يقع في الجزائر؟ ما قاله السفير الأمريكي السابق هو ينم الآن عن علمهم
بما يحدث في الجزائر يعلمون علما جيدا، ولذلك النظام يتخبط ويمينا وشمالا ويخرج مرتزقته وإعلامه لتوجيه الأنظار. لما تجي انت لهذا انت سألت على الخرجة هذه اللي قام بها أيت حمودة على مع هذا القناة، هذا انا نقول لك أيت حمودة هذا ومقري وهذا البوتيكات السياسية وهذا اللي يسميهم سياسيين، هذه خدمتهم من التسعينات من بعد الانقلاب وهما خالصين على هذا العمل الذي يقومون به. احنا ما عندناش وقت معاهم هذو، احنا ماناش خالصين على العمل السياسي، احنا نبكروا الصباح باش نخدموا، هما خالصين على ما يقولون. هذا أيت حمودة صح سيدي يتهم اولاد الامير عبد القادر بتقاضي اجره من فرنسا، هو منين يتقاضى اجره؟ هو راه يتقاضى اجره وش راه يعمل؟ يتقاضى اجره من خزينه الشعب. هذا أيت حمودة اذا كان وطني ويغير على الجزائر ويقول انه الامير عبد القادر باع الجزائر الى فرنسا، يا سيدي تكون عنده الشجاعه ويقول لنا هذو اللي باعوا الجزائر الحاليين، الشعب الجزائري احنا نحوسوا حاليا، من يبيع الجزائر؟ يقول لنا أيت حمودة من يبيع الجزائر؟ خلينا من الامير عبد القادر، من يبيع الجزائر حاليا؟ من يشتري عقارات في الجزائر في فرنسا حاليا؟ من يحول الاموال الى فرنسا حاليا؟ ويزيد يقول لنا أيت حمودة يبين لنا الشجاعه تاعو ويتكلم لنا على هذه السلطه اللي راح ترسل الجيش يحارب من اجل مصالح فرنسا. طيب هناك من قال طبعا باختصار بانه هناك من يقول في الحراك نحن ابناء عميروش، هو ابن عميروش لم يندد بالاعتقالات التي تطال هؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار مثلا. ايوه هذا أيت حمودة نار ولدت الرماد، يعني بيو نار وهو رماد. طيب. ولذلك نحن الشعب الجزائري واعي جدا، وفي كل مره يقول لهم يعني بين قوسين بالعاميه ما تبدلوناش السيجي، احنا السيجي نتاعنا هو التحرر، بناء دولة مؤسسات، دولة الحق، دولة العقل، القانون، دولة العلم، دولة التكنولوجيا، دولة النهضة. نحن مشكلتنا حاليا انطلاقة سياسية، وقبل ذلك توفير مناخ سياسي لإقامة هذه الدولة، ومشكلتنا الآن هي تحرير الرهائن اللي يختطفهم النظام كل يوم. احنا ما يبدلناش السيجي هذا. شكرا جزيلا لك سعد كرميش، كنت معنا من مونريال. نختم معك سيك شوت في دقيقة، الجالية في الخارج، وأنت كنت منظمي تلك الوقفة كذلك في ستراسبورغ أمام البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. الجالية دائما داعمة للحراك رغم كل شيء، رغم مثلا ما تقوم به السلطات الفرنسية التي رفضت ترخيص لمسيرة باريس، واضطر الحراكيون لتقديم استئناف لدى القضاء وسمح القضاء الفرنسي لهم بالسير في باريس. نعم، احنا في الجالية لدينا دور كبير مهم في إدانة انتهاكات والاستمرارات، وفي أن نكون صوت الثورة في جميع أنحاء العالم. اليوم لم يعد للحراك حدود بين الداخل والخارج، نحن يد في اليد مع خوتنا في الداخل، وهذه حاجة لم أراها في أي ثورة بين الداخل. أنا لا لدي إحساس أني داخل الجزائر، لست خارج الجزائر، لم يوجد حدود بيننا، كل يوم نتكلم ونشغل ونفعل كل شيء يد في يد، لا يوجد حدود. لدينا دور كبير في الجالية، وهذا مع المفاوضات الدولية كما رأيت في ستراسبورغ أو جنيف وفي بروكسل، لدينا دور كبير هنا. شكرا جزيلا لك يا سياق الشود الناشطة السياسية والحقوقية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من ستراسبورغ. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.